الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا يا أرحم الراحمين. وحنو بلابينا إن شاء الله تعالى سورة الأنعام. سورة الأنعام وسورة مكية قرآن كوحلوق أيبيا سين هراء صارقنين بضن مدني يا مكي. قرآن كمكي قال الله يلاهده وامد مكان لون نسبيي وحلوتش إذا عهدقي يوقتقي مكان لون نسبيي ووحو السودقي انتان رسولك صلى الله عليه وسلم هجرة آنو قدقرين وآنو حق مدينة وهجرون أما مكاها كو السودقو أما ميلان مكاها إنها كو السودقي هدو قبل الهجرة السودقو وحل إلى هذا مكي. مركو النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهجرودي ولو مدينة بيانو قارين وهجرة ذهبا كو سيجروها سي صعده قرآن كالسودق وحل إلى هذا مدني بعد الشروع في الهجرة. مركو هجرة قد قليد بديد لقى الصوب إلى قرآن كالسودق إلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لقى قارا أيوه قريد الرسول صلى الله عليه وسلم وحي كهري انت قرآن في السودق وحل إلى هذا مدني أما مدينة كو السودق أما ملك لها كو السودق أما حتى مكة كو السودق وحل ورنا يا مدني وحل لقى يا الزمن كأيا لقى يا بمعنى زمن مكة هدو سودق وقت مكة ولو لم يكن في مكة ومكي وقت مدينة هدو سودقين ولو لم يكن في مدينة ومدني وكوح الله اعتبارنا يا زمان كأي اللي حتى وحسوق لي إلى علماء سين الشاقني. مركو النبي صلى الله عليه وسلم هجرد يقضق لي أم الدين إنه هجرده وقضق لي الصعد ككس هجره ولو مكبها وموقته وحل ورنا يا ومدني سكان مدينة بقارين أي اللورنا يا ومدني سيدة جمهور أهل العلم قبان واصلاص وانا صلاة صحيحة قولك قول خلاف سنبا شروع رنيا قرآن كي مكي كسود دقي قور كسبها السود دقي ومكي قرآن كي مدينة كسود دقينا ومدني كان مكي مدينة مدينة كسود دقينا مكينا ماها مدنينا ما قولك سوحو اعتبارنا يا مكان كقرآن كسود دقي الزمن كأيغمي وشيغا سوى ضعيف سساود جمهور أهل علم وخلافين حانا كيما نيسا إننا حاصر أهين وقسمه أين أهين قيبين قرآن كي وذكوا بيسين أهين وحصوبح يا قرآن المكينة أهين مدنين أهين مركا صحض واصد هرئي جمهور كقبان سورة دني ومكية هيا شعول ماذا قاركود وحي كرهبان آيات معدودة أي كرهبان بعض أهل العلم وحي كرهبان لحا آيضوت بعضنا اللي حذوا بكي رب دين هذه سورة مركة مكية أمام مدني الليلة هذو آياتها قار كودو كم ذا آيا يقو خلاف صن وأن مدني لا أهين أمام مكية أن لا أهين السورة ده انت كلوا مكية أمام مدني على ماذا محققين توحي إلى هذين لما أقبلها يشيك الشداس إلا بدليل سورة ده هذي مكية تهي كيبستا وحلق الرئيب أيها الأورانا يا آيادها قار كودبا مدني وحيوبا هانتا يبين أي دليل بيوبا هانتا هذه الدليل لو آيه على أصل بقاء ما كان على ما كان وإنما أنت يديس ليس الرأي هذه الدليل لها له لقاق الرئيب أيها وحلق استثنون أيها وحلق الرئيب آيادها لقاق استثنون إن شاء الله تعالى هل كيدين وقتك دونا سورة وحي كمتا يتضبط سورة دردار بكمتا مركا فضيلة خاصة أو كسو أرورتي أو كسو قناتي أو كسو أصحدي ما شفتو أنا هين تضبط السورة دو اللي سقود داري إنا يكمتها من أخذ السبعة الأولى فهو حبر من أخذ السبعة الطولة سيدانا واللوصو نغني فهو حبر وحكا للوصو وري اللفظي فهو خير فهو خير وحين نغنيس خير له وأنا سيدة إمام أحمد مسند كيسا وقصوري وإمام أحمد الحوث صوري من أخذ السبعة الأولى فهو خير أي خير له
qaadashada u qaatay waa u khayr badan tahay saasu usul laakin sheekh albani wuxuu ku qoweynaya lafdiga ah fa wa habrun ama saadifta qaar kood uu yimi silsilatu hadith sahiha ayaanu ku taxsiininaya wakadhalika sahihul jami' todobada suuradoodna waxa loo jeedaa suratul baqara iyo suratul ali imran iyo suratul nisaa iyo suratul maida iyo suratul an'am iyo suratul a'raf iyo suratul tawba waxay culimada qaarkood yidhaahdeen tawba iyo anfaal ba isku suurad la xisaabiyay ala hada alhadith marka labadoo isla jira ayaa ku jira sida sharaxda qaarkood ku sharxeen waa sidaas bacdi si kala maray baa jiro oo yidhi suuradda toddobaad waxay noqonaysaa yuunus laakiin sida ay u badinayaan waa sida hore waxaa jirta haddaba xadiis sheegaya suuraddan in la soo dejiyo iyadoo jumlo ah oo dhammaystiran oo duuduuban culamada qaar halkaa waxay odhanayaan aayadaha laga reebay mooyaane laakiin riwaayadu ma sheegayso suuraddan iyadoo jumlo ah baa la soo dejiyey malaa'ig fara badan oo 70,000-ina ay gelbinayso markii la soo dejinay حديث سيئة لغو سوريات شرح لكن حديث كان سوى ضعيف ما أصحن شيخ البان نوحو كو ضعيفنا يا سلسلة حديث الضعيفة أيو كو ضعيفنا يا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد جنسك مهد لله إلهي بألقارة أما لله إلهي بأسهم ناظر الذي لله كصفة الذي كاسو خلق السماوات أبو ري عرركا والأرض يلولك أبو ري وجعل الظلمات أبو ري الظلمات مقديالك والنور ينور كان أبو ري جعل قوح اللوشي ذا خلق أبو رسب اللوشي ثم الذين كفروا انت أدبدت كوي قالوا بي بربهم يعدلون رب قد ويعدك لما الصينيان أو الله السميان يعدلون بمعنى يسوون قل لي لهذا بربهم جارك يا مجرور كوحكو تعلق يا يعدلون معناه دعا يا يعدلون بربهم غيره رب قد وحي الله السميان عدك لأي الله السميان وشي لباد علماء قروان مرين وإن لها جارك يا مجرور كوحكو تعلق كفروا تصلوا وحي النقان إيسا ثم الذين كفروا إنت أدبت كوي قالوا بي بربهم رب قد كقالوا بي يعدلون وحي كوي عنيان وكليح عنيان توحيد كالله أي وحيد أيان عبادة إلهي كليق أي عابد أيان وحي وحي عنيان إلى غيره تصلوا وحي النقان إيسا من العدول تفسير كهرنا وحكود السيهي يعدلون ومن العدل لا من العدول لبضى تفسيرنا وحي أرجع سن تفسير كهرنا وإن لو قد شهد السمسطح ومن العدل أي تهي لا من العدول عدل والسمس عدول نوى عشو وإيلشو مركا ربي قد بيعدك لله سميان تفسيرك سأرجح وأعطين دونا إن شاء الله هو الذي إلهي كيوي خلقكم إذن أبوري من طين دوب إذن كأبوري خلق أصلكم أصل كيني آدم أيو كأبوري من طين دوب ثم قضى انت هدب يذوحو مركا قدري أجلا يعني أجل يمد أي قدري وقري حكمي وحكم قدري وأجل مسمى عنده وأجل أجل يعني مدوح كل ماضان ومسمى مقعابن وإله يكتيس كم مقعابن عنده أي مضروب عنده أي مقدر عنده إله يكتيس أي لك قدري والله قيالا ثم أنتم إتادب جديدكم تمترون وشكين إيسان يدوي لها إيسان أبو ريب وشكين إيسان ودلا إيش عضها إبراهيم ومن المريح وشكين قاعد وشي الله بعد ثم أنتم إتادب جديدكم تمترون وأصررتم إيسان ودود إيسان ومن المراء ما وشي الله بعد وكلمة من المريح مركا لغا كيانا وشكين من المراء مركا لغا كياننا فضد يا أسرار وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبوا إلهي سرده حين قبل أبي بعد البسملة حمد بقبل أبي وإلهي برا يا أدوام ماذا سيدا يقوم هذا يا ربي سرده متعددا أنا قبل أما حمد إلهي قبل أما وإلهي سرده نكمت
العلم قركود وحيدها الحمد لله وحلوت شيذا وخبرية لفظا ومعنى وجملة خبرية حق اللفظ أي حق معناها مد والبخبر بيكطى وإخبار لها يكور رمائيه الحمد وإصدق وصقنا وكي لبعض علماء قركود وحيدها هذه جملة وإنشائية وحلوت شيذا إنشاء وحيود عيسى مدح والصناء وأمان أمان تائية الصناء قاسنا وحن نقول يا معنى الإنشاء بنوري بعض أهل العلم نوحي إلى هذين اللبضة الرنب وهذا الشيء قيسا أما اللبضة بوا كتو سينيس قيس وإخبار قيسنا ومدح وصناء ونسيد جلال الدين المحلي وموضع كالكويري سيوطنا هل كان لفتي هذا وتفسير كالجلالين ككل شيء قولك صدحات وحانول وأفيد فسيد فائدة ضبضا وإلا إلى هذا شيها وحيكتها إخبار شيها كان وحيكتها إنشاء ومدح الصناء سيأضمدوا إلهي أيها أمانا كأنهم إلا قد البايا سيدا إلهي كو أمان صاحب الحاشية وحبر أروتشين يوجه قاس الدحاد وحو كل سيئي هذا الكين لغو حنبارو حقيقة دي مجاز كي مركلي لغو وضع حنبارو أي كل سيئي وشملة خبرية دا إن خبر نمال لغة شيدا وحقيقة دي إلا إلا هذا معنى إن شاب اللوت شيدا نوى مجاز يضو خبرية معنى إن شاب اللوت شيدا إلا إلا هذا نوى مجاز مركا أهل العلم يقار كتبا قبا إن أي صورة قلتا هاي هذا الكائن لغو وضع حنبارو حقيقة دي مجاز علماء قار كود نوى الدين يانا وحيلي وشيقا سيصائغ ماءها أما حقيقة بالغو فصيري أما مجاز بالغو فصيري مربا وذا فائدين يا لغو وضع حنباريا مصورة قلها ببعض مرين حمد إلهي الله سبحانه وحمد دميسترن وكاملة حمد جزئية ودعضاء عد إلا حمدية مخلوقة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحل يا محمد محمد محال لأيلي حمد كثيرا إفر بضم بألما هذين أيام يحمده الأولون والآخرون مقام محمودا والقصة الصارية وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وتحسان من الصابت لقصه النقليي مركو النبي أمان عليه صلى الله عليه وسلم من حسان يلي وشق له من اسمه ليجله إلى هاي مقع عيسى يمقع قصه النبي النبي صلى الله عليه وسلم سؤوين أيه فذو العرش محمود وهذا محمد إلى عرش صاحبك ومحمود ومدل ما هذه محمود وحورنا على سبيل الإخبار أسماء الله الحسنى وحكم إلى حميد لكن حميد وما حي وفعيل اللوت شيده مفعول حميد بمعنى محمود وكا إله عرشك أصاحبك ومحمود وهذا محمد كانوا النبي قاهنا صلى الله عليه وسلم ومحمد حمد قال لكن لما يسكترنا كامل كآه كل قاهي اللهم بوصونا ساس أولد بسعر ورطي وقت يدى قار كود يدى الله حصرنا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد هرمرين تلو هرمرية خبر كما حي فائدين إساء حصرين بي فائدين إساء تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عيكرد قانتا إلا يلي حمد قعد كابا ومسلمنا الله مويان عائشة ومحايت لي ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي نبي قوكما إنكرين مركا عائشة هو يديت كتري قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أبكع آيات في برية إلا أي مركا يسود دقين أي فرحد دي أم عائشة وعيت رسولك صلى الله عليه وسلم وكعب مركا سيتي والله إلا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي ومكع أيه من أم هذين يمويان إلها براءة إذا سودت شيء كلية أيان ما هذين أيها عيد كلام هذين ما نبي ومؤرن صلى الله عليه وسلم سوء أدب بات سميصي أما غلط بات سميصي مؤرن وهو التقريري كما ينكرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إله أفعاش سمحا كمدا إله هو حميد الأفعال وحميد الأقوال أفعاش أقواش سوى وأمرك ونكسيه مدح لي حمد أنا فرق أول حي علماء الولاد حمد محل إلى ذا علماء مرك الشيء وحي إلى هدان والثناء بالقول على الجميل الاختياري على وجه التعظيم والتبجيل وأمان أرهلق أمانه وحوناك سن اختياري إرادة له نسبية بمعنى
waxa doonis lagu sameeyay wanaagsan ila doorto ila doono ee wanaagsan amaanta oraah lagu amaano cid waxa wanaagsan uu ikhtiyaarkiisa iraadadiisa kula yimi ku sameeyay ayaa waxa la yiraahdaa xamdi على وجه التعظيم والتبجيل والمحبة سيد الله هو أمانا يا رأي تهي سيد الله هو وينين أيو الله هو تشعلي الله هو قدريني ولكن فرق وحود حيا مدحي حمدي مدحي وحود نغنكرا وناد آن اختياري أهي حق مخلوق مركا لقائق مثلا مركا ضلاغ أهي فلان جميل وقرح بديه حسن الوجه ووجه وناكسيه ومدح لا حمد أمان ويه لكن حمد ماها ويأينو قروح بطامة وجه ونكسنا دا وحو يساقو اختيار كيسي إرادة دي سكريمي ماها ووحي لها يسي لكن فعل ونكسن بوليمي مركا اللي يلاه دو أولوغو تشعري هاي أولوغو وينين أي أولوغو ما موسى يو وحسنا إطاي وحي اختيار إرادة كل عاي وحي نغني سنوع حمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى هاي وحو أبو ري عرارك يدولك تضوض عر يتضوض الدول أي أبو ري قرآن كمال لكم السوء الرئيس الصريح أيضا أرلوينك إنا يتدويه اللي نوشي قال وحو قدو تلمان لتلمامي ومن الأرض مثلهن سماوات كإن بلنبا لتشمعي يا تشمعني ما يتماد لكن أرلض يدو لتشمعي قرآن كما إيمان وحيث كنت من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم والنبي قوحه صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين تاك إن لأد أدرك كم إذا روح الظلمية مالين تقيامه وحاقرت اللوغة يلغض الضوبات الضوبة الظلم أقول لكم إنه تدويها حديثك صحيح الشيقية والأرض وحي علماء ذو الهدين وحلوه كان على سبيل الإفراد أشك جرت آيات جنسية بعض أهل العلم أو يلينوا أتشيران أرلاذا ما دام متكليا أي نكاق انتفاعنا أي أمركا أرلاذا اللو إفرادين لكن وجهك أسي الظاهر ما بمعنى وحي وجهي ذان أرلوينك كالدتكم النورة الله أعلم مخلوقاتك لأين يكون نوليهين إيا إنك لأ تضبط البان اللو تشي ذا أكرا صرية قاربا أولو وحي لهدين تضبط دول وحي اللو تشي ذا تضبط قيبوض دول كان أن لقل نوليهون كم ذا لكن معناها سيصحما حلو تشيدا تضبردل أي اللو تشيدا أكرا سرية اللو تشيدا أميدوا لبكا كلا يعني أكقري الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور حكرا إلهي أبوري مقديالك إيا النور كنوا أبوري النور ولا إفرادي مفرد بالله قد يقول الأنوار لمعرم مقديالك نوا ولا تشمعي ولماذا قال وحي إلى هذه نور كتشين سياهان اسكم بدوي لكن ظلمات هو النوعية كالدوان وأسبابها كالدوان أي كالصدام بعض كراء علماء كم دي وحي النور هو مصدر سلاسان لو تشمعين وجعل الظلمات والنور سدي السماوات لو تشمعي ظلماتنا لو تشمعي سدي الأرض لو إفرادي أي النورنا لو إفرادي مناسبة أي كسرا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون انت هدب ديت كوة قالوا بي ربي قد بيعيدك للصي ميان وكش بهايان واللما الصينيان قولك صحيح نوحو يا هاي يعدلون إلا قفصره من العدل إنا إطايا وتسوية دي آهي السمي تانكي تفسيرك وقفي عن نوحو وإيان بيها علمدو وتفسير القرآن بالقرآن إن قرآن كليس قفصره إلا هاي وحي نوشي يا وقرآن كي نوشي يا قال ذي يضو النار تكتشرا إنا يعرن أيان تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أشيادي يا ربي لا عابد الشرين بين لحظ ليان مركزي وحي ورنيان إلهي بانو كرد أرنية بادي عدبانو كسقنين مركز رب العالمين كيد لسميني إذ نسويكم برب العالمين مركز تسوية سلي هلك أبوص أرارتي أي هلكنا تسوية اللغة جيدة كعدل واحد شرع عدل إلى أمري يعدل إلى ريبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدل قصوى عدل حق عدل حق ومحي والتسوية بين المتماثلين وحي الشرع عن سمن إلا السمه عدل الذين ينوى محي والتسوية لغير المتماثلين
لبشي وان اسكمدا هين وان شبهين وان شقيس كل هين ومتفاوت كراين لصنو الخالق والمخلوق بها تصمين تصنو اعظم الظلم الظلم كي قوينا عدل هذه لغوية طلاقنا وعدل مذمومة سنان كستا محمود معها سنان تشرعك كل السن أيام محمودة حتى شرعك خلافة محمود معها حق الكلاسيم أنه حيث وحق عبادتي محبتي التعظيم كي كلاسيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي أنداد هو يالين قال اللهم صين إسان وكل شبه إسان أندادا بمعنى أشباها وأمثالا روح قصة مشرقة أو إلهي عدك للعاب دي ربي عدك لما سيئي أو الله السمي أو كل شبه يوحك للسمي حق محبضي التعظيم في عبادته ما دام خصائص إلهي لقارك أها أول لسيئي أما ما أغير كاسي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون محال ثم اللو قفش حكمة كتر توامح وعلقات الماما يأرهم بعيد أين يتأيضوا الدليل كسلاوي عديه الله كلجي خالقنا يا عرارك يا نورك يسوع كلجي أبور إذا أين لا أبور عدك لا أين أبور صدق أقول هو أبور مقديالك يا نورك كلجي هو أبور قدرتي سيا وحداني يدي سد لا إشي عدينا يس أي عطاي حضنا إنت هلا جبودو مخلوق لا رسمه إلى هاي أبور يسميه صلى الله قاضي رب لا رسمه وأرن بعيدة ثم ذا استبعاد أرن كان لفوق يسنا يو أيه لقش هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا إلى هاي واقيد كأبو ريدوبو ما دام أصل كي نكسر شيء إنه آدم ألقى أبو ريدوبو وحي نكرر لنا إلا إن جوا أبو ري دوبو ذا لقى أبو رينا وأرلاضن عيد أرلاض مركا كسران نوعيد إذا كلا الدون نوع عد نوع مدو نوع عص نوع شرسن نوع أدق من ولبه وحبال لقى السوق هذا مركا صار له سقطرة فيه هنا والله قطرة إن عيدها كلا دوانا أرلاذا كسو قان لسواق أدول لإسكود داري حديث ما كسار داري شيخ البانينا وقوينا أيوه سلسلة حديث الصحيحة وقوينا العلم يقاركوض هذا هو حيلاذين عيدها كلا دوان مركي لإسكود داري أي بي يوغي كلا دوانا النوع والبلها هو معان هو قرار هو دانان أي يغن الغدرة مركا داتك مدبضي عيد يضبي عاده بيها أي كلايشين قربا مدو بادي ويعيد قربا مدو قربا عصادي ويعيد قربا عص قربا عدادي ويعيد قربا عد طبعا هذه نوع كلا الدوان هذين إذا بعدي سقراط دهي إذا بعدي سمعان تهي مثل الإحداحات تهي مثل الدنان تهي قربا نوع أي نوع عيد يبيه بل كله الديست مركز سفانا يا ليه هنا أنا كون أحسن أصل كذا يا ورعيد بالي نجود السمي ضوابا ينكسو وده تشيدنا ضوابا ذو هديس تاكف عنا ضوابا هديسي هو الذي خلقكم من طين فإن يكون في أصلهم نصب يفاخرونه فالطين والماء شعر لون اسمه علي بن أبي طالب الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكون لهم من أصلهم نصب يفاخرونه فالطين والماء تدخوا أقار مركا الشبهة أو يسلق ما أو يسكم مدع أبهدنا وآدم هو يدودنا وحواء أصل كاسي ودجيري يعني أبي هو يكود إسرين أصل كود هدى إليه النصب يسوق فانان يا أصل كا إليه يسوق فانيان فالطين والماء والنوبض يبيها هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا انت هدى بذي لهي وحو قدري أجل كانه أم قعابنا إلهي أكتيسا أي مقدر كتو كسبنت لماذا أجلد محلو وكرة شيدا قضى أجلا وحلو شيدا أجلش كل ما ريس قيريدا وطول حيصا إلى مرك الله أبو ريلا قصوا بلابو إلى أنتو كرم ريو تسوى أجل وثم قضى أجلا موت في كل مات منتهى الحياة الدنيوية وأجل مسمى عنده أجل كلا أمك عابنا ربي أكتيسي كسقناتك وقدر انتهي تاسنو أجلش بعثك هاي كبير عبانتا يعني وحوي عالم البرزخ انت القسق ايها هاي منتهيه سو كل مانا ايو وبعثك لصوصار ايو خلقك بأجلش أسنكو اكتب وكا أجلش وحيو قيب سنتا خاص ايعان ثم قضى أجلا أجلشا هوري
وخاصة مدول بأجاشي سجار كابولي تنوى أجل عام وقودة تذكرنا الله وضيالي وأجل البعث سوصارستا لسوصار أيوه للحساب لو سوصار أيوه حسابتا لحساب أيوه وأجاش الله يلو وأجل عام تنهره وأجل خاصة قفل بأجاشي سجار كابولي عنده محل يري عنده حل يري عند الله وإياني وحلينو تلماما يا الله مويعد كلاين نقرني وارتبعث قاسية هي اللهم باقرنا يا عيد كلام قرنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد جنسي مهد أما الحمد مهد أردن لله إلهي با متيستي أما إلهي با لقارة إلهي با لخاصة الذي كاسو إلهي با لصفيني الله خلق السماوات أبو ري عرارك والأرض يدرك أبو ري وجعل أبو ري الظلمات مقديالك جعل مرواح النقطة مر اعتقد مرواح النقطة سما مرواح النقطة صيرة صدح ضمد والباء وحيقادة لب مفعول وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا لبدي مفعول والاسم مرواح النقطة صيرة وكيالة يو اعتقادي يو كم قعاب مد والباء لب مفعول بقادة مركل جعل وحي النقطة بمعنى شرع وأبقد قال أفعال الشروع أي مركان كم النقطة مركل وحي النقطة جعل بمعنى خلق وأبوري هل مفعول بقادته هذا هل مفعول بالسيل وجعل الظلمات إذن وحي لمعنى تهي خلق وجعل الظلمات وحي أبوري إلهي الظلمات مقديالك والنور ينورك أي أبوري ثم الذين كفروا انت أدب ديتكوي قالوا بي بربهم يعدلون ربي قد بيعتك للصميان ولما سينا ينكو شبهيا هو الذي لهيكي وي خلقكم إذن أبوري أي خلق أصلكم أصل كاكسو تشيدان آدم وأبوري من طين دوبك أبوري ثم قضى انت أدب يوحو قدري قضى إلهي الله تيري يوحو النقضاء قضاء الشرعي قضاء قدري والله بالنوع قضاء الشرعي حنقنا يا حكم شرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضاء الشرعي قضاء قدري أيات شره وكلا إلى ذا القضاء والقدر قدرك للراعي وقضاء قدري كان قضاك قدري هبا اللوتشيدا ثم قضى وحو قدري أما قري أما حكمي قدرا أجلا أجل مدعي كل ما ريصن رش وقضاك أي قدرك فرق موضح هي مسوي سمد وحي أهل العلم يقاركود إلى هذين هذين الله إسراعي الله بدودة القضاء والقدر فرق أولا حيني إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع هذي كالتقان أمد الله الشيقوك كالآن للشيقين كي كالنا وصوق ذقلا وصدا مسكين يا فقير صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مساكين تنبا كتران مساكين توحل صيو أن فقر الله الشيقين فقر دينا واكو شرتا تسوى عند الافتراق هدين لكن لبضل الإسراعيه كان الله معنى النقضان إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإن الله معنى مركا لوك لفصرا وقال نوح واهي ستال لكن وحي هاي ستان كمفر لا هو مساكين تا قال نوح بابا ما هاي ستان هو فقر دا لكن إذا هان هدين للشيقه كيكا لواسوق دا قريب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع قضايا قدر واساس وكلا هدي الله إسراعيه لا معنى الوكلة فصيرية وقدر كنوح النقنة يا سابق قضاء كنوح النقنة يا لاحق وإظهار الأشياء على وفق القدر أي اللي أرنا يا مركة قضاء صدى الصحيحة قول كلوات شرائي هدي لكن أن الله إسراعين لبدي معنى بوحي سوق ذا قليا كلا شيء مركة هذا وحلو شيء ذا معنيه قضائي معنيه قدر بائني سوقري ثم قضى انت أدب ذوحو هرأو قري أدوني أموتي مراتب القدر الأربع أفرت واسوقري علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين مراتب القدر الأربع وأفرتس بيت كسال وكل علم كتابة مولانا مشيئته وعلم إلهي السابقة هي أشياء ذو سيوغا جملة وتفصيلا كتابة مولانا موليه أن الله أهي قرآن كو أشياء السي قرآن الله وحد عدونا ومكتوب
مشيئته ودونك في سويل هي أشياء الدوني وملكه سوحان الدوني كما دحدعه ولا يكون إلا ما يريد وخلقه وهو إيجاد وتكوين يا أبو رسي سوي لهي أشياء ذا أبو ري وفي الله حتى دعي وحد دعي يردن إلهي بأبو ري عدك لما أبو ري أفعال العباد ومخلوقة لله مركا مراتب القدر لما أنت ذو أسوق لي ثم قضى أجلا إنت أدب إلهي وحو قدري وقري أضاني أجلا أجل ومدعي كل ما نيسون رشو الشخص والبع جشي سجار كلي وأجل مصمم وأجل أجل ومبتدئ أجشى سو مصمما مقعابا وربي أكتيس كم مقعابا عنده إلهي أكتيس كسقناته مقدر كأهات ثم أنتم إتادب دليلينك تمترون واشكين إيسان من المرية مرية هذا حقا لك السوقاتي مريت الناقة مركا لك إله دول يا أي مسحت ضرعها وحن مسحي ناسه دي أما عنده دي وان مسحي سي أيو قدلته الله مصحيا مركا دل الصلاح عن بدي مركا وحوي هشا ويقول لنا يسايو دعانا لقل سياسو ما ومناسبة الشكية كرد حيسا تاسم حيث مناسبة كرد حيسا قلما ذا قاركود وحي لها ذا وحوي شكي وحو الصبابة علم إلا صو صارو أيو الصبابة سيد الصلاح مركا عن بدي حولها للصلاح يا يعني عانا إلا صو صار أيو صبي عانا هيا دي علم قلوا إشبهن رياضة ومحال لغوفة السرية حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم على لغوفة السرية عانه علم على لغوفة السرية وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وهو إلهي الله ومعبودك حق أوي في السماوات إعررك قده دلقوا عابدائيه والأرض يدلك قده سلقوا عابدائيه يعلم إلهي وأقيه سركم وحاصر إيسان إيسان وقرصان إيسان وجهركم يوحى موجسان إيسان مستر كيف الله شكي لك يوحى اللو تشيدا شيقي لسير إيسان إيسان شيقي لموجسان إيسان وفصل انت قاركوت ساسي وفصل انبضنا كمي ويعلم إلهي وحوقيه ما تكسبون وحاشق إيسان إيسان بو إلهي أقيه أما كسب كينو أقيه أما الذي تكسبونه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم متماده من آية آيدي آيات داسو من آيات ربهم آيات كرب قد كمد أهاتي حال أحواش كمد أمتماده إلا كانوا حال آيا هادين مويان عنها معرضين حق يدقار كتشيستي حال آيا هادين موية حال كلا أمتماده فقد كذبوا بالحق حقيقه وبينيين حقي وحي بينيين لما جاءهم مركو حق أيمي أي حق بينيين فسوف يأتيهم وقت دنبوء من دونا أنباء ما ورككي كانوا به يستهزئون أيها ينقار كل الليلة ورركي سباء من دونا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ألم يروا أي ألم يعلموا من يوغين رياضة علمية رياضة علمية نوع حقادة لما مفعول ألم يروا أي ألم يعلموا من يوغين كم أهلكنا أي كثيرا أهلكنا إن بضن إن هلاقنا من يوغين من قبلهم يقهر تودين إن هلاقنا إن بضن ومن قرن يعني قرن يالأه أم أمضاء قرن أصلها وحليها مدء وقتها كم مذا أيال إلى ذلك وحسن لوغة شيدا دادك النولا مددها سبالغة الماما يلوغة شيدا بعض أهل علمنا وحي إلى هذين ومن باب حذف المضاف ومن أهل قرن ولم ذكرنا وحي حاجة الله ما غبه وحي نغطى قرن مرك الله إطلاقه أصل كيد مدة من الزمن ها أهاتي عدي مددها النوليد متقارنين كأهيد يسكن لما نايد وقت أول النوليد هنا يكون عيس صاصي عرفك النغطى قرن قاسو مكناهم ومداسو يقولون تاسو مكناهم أن أود سينو مكانو غيالي أما مكينة إيا أود أنو سينو المكينة وقوة مكينة وعلى وزن كلمة وعلى ليلة القدرة والقوة أي المكينة ليلة وأود مركا مكناهم أي أعطيناهم وحنو سينو مكينة أود بانو سينو
أما مكناهم مكان بانو غير الله في الأرض أرلا ذا وأنو أود سيني كأنه من المكان غير الله ما لم نمكن لكم وحانا لذين كيدن أود سين بانو دين أود سيني على ماذا غارو حيكم فالسريان مكناهم بمعنى أعطيناهم ما لم نعطي لكم وأنا سيدة جلالينكم مريوة تفسير باللازم وأرسلنا السماء وحان صادرني السماء عركة عليهم يذكر كودان أصدرني مدرارا حال أيديتان بضنتهي أشبتان بضنتهي أي أن أصدرني هذا الشميس وجعلنا الأنهار وحنكي اللي دردر رضا تجري مد على ريساء يانكي اللي جعلتني وبمعنى صيروي لما مفعول بيقاضنا إيسا مفعول في كودوا الأنهار كل بدوة شملدة تجريئة وجعلنا الأنهار وحنكي اللي دردر رضا تجري مد على ريساء يانكي اللي من تحتهم يلهوستو دا على ريس فأهلكناهم وهلاقني بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم دنبيد والدراد أيانك وهلاقني بعد والسببي وأنشأنا وحن أبورني من بعدهم يقدمدود قرنا آخرين قرن كلا يا أمة كلا أيان أبورني أيضا هري وهو الله في السماوات وفي الأرض تفاصيل كلا دوان باكسوغان علمتنا أقوال بضم بيكلي صابتنا وحيطاي وهو الله في السماوات وفي الأرض سيلا فصريا فصرين تقاركود وحي الأهدين لبقية تبوة شبه شيء لكن بدن كأوجه ذا سوى ضعيفة ابن كثير كتفسير كي سوح وكوك قاب صدي سدح وشي وشي أغفي عن أغقوة بضن أغر راجح سنوا كم لقبضة كم مرة علماء بضن بان السلام مرة وانا قولك أغسي حدا بضن كسوح ياهي إلا إلا الله والمعبود الحق أي لم معنى يهي ومعنى الوصفية أي الأيدي معنى السفن ماذا وحال ليس ويدي أمرك هو رئيسك الله ومشتقبا مجامدا ممقع للصور نمبريبا أو لغا الصور نمبري مصدر سوى مقع جامدو مصدر لغا الصور نمبريبا أنو شرم بأصالك مسألة هذا مركو ورع علماء وحي كريين لبقوا قولوا حورنا يا جامد وغير مشتق إنما مصدر لغا الصور نمبري مجمد جمهور أهل العلم وحي مرين أكبرت علماء اللغاتنا كتغين جمهور كعلماء قبان سيبويه وغيرهن لغسون نقلي أكثر كعلماء كتغين إنه مشتقيهي وإله لغسون اشتقاقي الإلهية أما الألوهية إن لغسون اشتقاقه مستر لغسون اشتقاقه لغسون نمبر وأنا سيدة هذا ابن عباس لغسون وريي لغفهم أيو أوحو لعبد الله ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقها أجمعين الله وكإله لماذا يعبادنا كم متيستي خلقه الصور من إنه كم متيستي وصاحبها حشاريا الله ألوهية مصاحبي هيبون الله ما نفسريا معنى اشتقاق أيكوت المام على ماذا قاركود وحي الهدين ما مشتق ما هو الجامد الدين الله إلهده ومشتقنا وحكرنا ليس هو حادث اسم كإلهينا حادث معها وحجة ضعيفة أوحص سيدة علماء المحققين تعديين وحجة ضعيفة وحانا آد مركة أرنك أوجد شوابه العلامة ابن القيم كتاب كيساء البدائع بدائع الفوائد أي أرنك أوجد شوابه وحانو تلموه سيدة صحيح هنا تيسير جمهورك قبان إنه مشتق تهي لفظه الله اسم الجلالة إنه مشتق يهي إنه يهي قولك الصحيحة حدوثنا كمرد لنا يا اسم كإلهي سودري علماء مرك إليه أسماء إلهي ومشتقة مراد كي يقول شيئا ما هو حادثة ويسود الريان ومسادر باكه الرئيسي مرادك معها وحيوك شيئا مسادرتي أسماء حروف أصلة يأصل المعنى أي وداقان قدر معناها كمدا واسم كوحوك وصنع معنيه مستر كي يزياد يديرات لكن متكود باكك كفر عن مرادك معها متباكك لكه الرئيين مرادك معها اسم كادن بيين لوغا ما تشيدو ايو حلقات الماما يا اسم كي مصدر كوحا كده حيا يعني الحروف الأصلية هي أصل المعنى اسم كوحو كوبصانا يا معنى المصدر والزيادة معنيه مصدر يا ديرات بو كوبصانا حتى النحاد مركي إليهم بول
فعلك هو مشتق مصدر بالغ سو اشتقاق معنى هو ما اها انه فعلك فرع يهي او مصدر كي فعلك اي كله الريان ومصدرك قديم اها وكقديم سنا فعلتنا كدم به ويتنع اسم الله اثبات كرما اي وحي كتلمامي فعلك حكم سنا معنى المصدر وزياده مراد كيف قلت شيئا وصاص لكن ويك لقديم سنايين مراد كمان اسمك الله بحادي سنة كبر الميس سيدا أسماء إلهية كلا أسماء الحسنى علماء إسراء قشه اسكوا وافق سنتهي العليم يا السميع يا البصير إن البصر يا السمع يا العلم لقصة اشتقاقي حدوثنا أنو كدلنين أي أنو كنا وقدلنين كوا كلبوا ولا إسراء قل يهين مشتقتهي محاطة الاشتقاق لو قد دي الأسماء إلهية وباب كلي ملك لي وإلا وضع مريا مرك وح مانع وكديدة يعني تشرو وحنيتهاي قولك الصحيح الله إنه يهي مشتق مرك والمعبود الحق أله يأله إلهة وألوهية يعني أله وحشاجي سعبادتي إلهية يألوهية وعبادة مرك إله مرك ليل إله ومعبود وفعال ومعنه دعاية مفعول بمعنى مألوه سيد اللباس ملبوس فراش مفروش إله مألوه ومن الإله سدو لعابده سلام مركو أهاب ألق الشيء المرك اللق الشيء وحي النقطي الإله بين نقطي الإله إله معرف كأهي لقرنا يواكي وإله حقا الإله مرك اللي يلي حمزة دي وحلو قسمي حركة النقل كسر دي بالا النقلية وحلو النقلية اللام ككور يا ريبان مركز حمزة دي بعضي على مدى لبا طريقه تاكمران قول اورن ايسا مركو هرب همزه دا لريدي يا قول اورن ايسا حركه دا لغا نقليي مركاسا دحداي مركاسا حدنا طلب لي الاعلال حدنا لا ريباي مركاسا لبا لامبا اسكو سو بيغماي كي هور ريباي كدنب حركايسان يحي مركاسا قاعده الادغام لغو دريري مركاسا الله نقطو سدا مركا لو شيغايو وا توجيه با ليا توجيه ابداء ما ناسب للاثبات لثابت الاحكام التوجيهات على مدى مركا اشياء شرحيا وتعليلات كان شيئاً ما ها تعليلات كانين قديم يهي لكن للتفهيم بالله تعالى قوله التوجيه بالله هذا إبداء ما ناسب الله الإثبات حلوغة شيئاً وحا مناسب كأبا لموت شيئاً قواعداً مركا للشيئاً وصلا الله شرح أيو وعلل النحو يعلل الصرف للشيئاً أيو وحلوغة شيئاً يعني وجه يعني اللغو فهم أيو اللغو قران أيو اللغو عقليين أيو أي مركي لو فيرسد الاغاي سيده او كان شاه بدن تاي لو شرحت وتوجيه بالليله احكام ثاني وحي هي ثابته قبل هذا التعليلات هري السجني ما ها الى الكن وكسجنا هذه ارنكو على الخوه متاخره ابدا ما ناسب للاثبات لثابت الاحكام توجيهات احكام تصغن واسجناتي توجيهات توجيه بالليله تاس مركا خلاصته وحي تهي الله مركا وحي نقنيس المعبود الحق معبود كحقا مركا في السماوات وحي كنت تعلق إيسا الله الافتيس سأي كنت تعلق إيسا معنه وصفية ذا اللي إيقيا إصفاً لماذا؟ أوه وكالك عابده إحقه عرارك إيادولك قده ذا اللي عابده مركا جارك يا مجرورك وحي كنت تعلق إيان الله وأقوى الوجوه وشيكس الوجه الثاني علماء قاركود وحي الهدين وهو الله ومبتدي خبر في السماوات والأرض وحيكو تعلق ذا يعلم ذا دنبه تاهر واجب لنا ما يستر وهو الله وهو الفاعل لهذه الأشياء الخالق للمخلوقات الله هو الله في السماوات والأرض يعلم إلهي وأقيهي عرارك إيادولك قده دبواك أقيهي سركم وجهركم وحا قرصنيسان يا وحا موجسنيسان بوا اوغيه يعني وحك استا قرصنيسان يا وحك استا موجسنيسان با الى هي عررك يا دولك غودهود بوا كو اوغيه خلائق دو دنبا لاله هدليا وتشكر علماء قال كود وحي الهدين سر يا جهر اي كو تعلقيس وتشكر نقنس ولا يراد وحاكو سريسان
iyo waxa ku muujisanaysan ba cirarka iyo dhulka gudahooda aa ku siraysanaysan ama aa ku muujisanaysan wa tafsiir kale wuxu saddexaad culimada qaar kood waxa yiraahdeen wa huwa allahu fi samawaat wa huwa ilahi الفاعل لهذه الأشياء الله إلهي ومبتدى اللباد في السماوات أي على السماوات عرركو ككرية وفي الأرض نحق الضميك تعلق ده وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وأقيها يوحى السري سنيسان يوحى موت السنيسان بدلك قده إسا وأقيها وكور قبا وحق قرسوني مجه وهو علماء قاربا وحى ضميرك وحون نغني أشعني وضمير قصة كي كعب ريان أما ضمير الشأن أي هو وهو شأنه الله إلهي في السماوات أي على السماوات عرركو ككرية وضمير الشأن جملة لغا خبرة لكن عدة ضمير الشأن كفصرتي مبضنا وحسي كحن بارين كفصران وحي سيلاه دين هدين لي إله ضمير كان الله بقول نغنيا وحمعنه كان يا وهو الله 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 وين الله الله هو يمحي النغنيس فإذا الزيادة أو إن مركا خبر كلا جهلا شيئا وحبكو كالدوانين تيو حوية خبر اسم النقض إشكال كاسا كسوا حاضر يا مركا سيو هو عار ريب يلي شيخ السيدة يلي إلى ضمير الشأن يا أنا ماذا قال بس لا عبري إشكال كاسو وقع عار رأي مركا سيو لكن حاجة كان سنة يصين ضمير الشأن اللي غفى السراميش مطال وهو ضمير كوحون نغنيا الفاعل لهذه الأشياء الله الله كعرارك أبوري نورك أبوري مقديالك أبوري نورك أبوري إذنك إذن أبوري أجش ياري أشياء ذا سردنك السمايين الله الله لك حاجة كإنسان يسا ضمير الشعي ما شمتها ابن كثير كوحورنيا علماء ذو مركا اسكو وافقين دبديد إنه دحلول كبات اليهي وحيسروا خلافين أقواشاً ده نصدح قول بكيني عنو تلماما يا حلول كإله إلهي بخلق يسا كل احتراه أميل والبتشوغ إلا يلاد إنه باطل تهي علماء ذو نسكوا فقصد معنى أنه عاسو الشيء هذا كهذا الشبه وحكوه إلى هذا في تفسير سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو حرنا يا مركي علماء ذو كإجماعين إنه حلول كباط اللي هاي الدبديد وحيسوه خلافين آيات تفسير كذا الله بقول إلا إلا هو علم إلا هو ملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن الله بذاته في كل مكان إلا إلا هذا أهل السنة مقضى ذات ذا إله يميل والبتشوكتا وعقيد اللنصن أهل السنة والجماعة وحي قبان إلا هين الصرية قدرهان يشرفهان وأصرية أودهان يحوجهان يقهرهان وأصرية وخلق يعد الدون الدرقية وهو القاهر فوق عبادي ذات أهان إلهي وأكرية وأصرية لكن خلقه سمال والبا وحكسرا وأقيهي وحكقر سوري مجرو شين الشي كقر مايو وحوالبا وأركيا وحوالبا وأقيهي وحي لهي كقر سوري مجرا أنا ماذا قال كود هدبا وحي إله دين هدي لي هذا وحو أجيها يوحى سري سنة إنسان يوحى قر سنة إنسان إرك جوده دي لولك جوده ساعة كقر سنة إنسان سرقة هي جهرة هي كعمل فري وأنا مسدد يعني سر هي جهرة ومسدران مستر كنكم عمل فلو وحكه الرأي لكن على ماذا قار كود وحيتاك قد شواب يانو إليه سركم وجهركم لفظ ومستر بها هذه لكن معنى مستر لو جمت شيده waxaa looga jeedaa shayga la siraysanaya looga jeedaa asirtu ku dhacayso iyo shayga jahriga ku dhacayo marka shayga la siraysanaya iyo shayga la jahriga mafcuulki ah jahriga asirtu ku dhacayay wax ka horeeyo inuu ku amal falo dhiba kuma suuna ta kale waa jaar iyo majruur weeyo jaarkii iyo majruurkii iyo darafyada yatawassu fiihima ma la yatawassu fi ghayrihima laakin ala kulli haal وتشي وفي عني وتفسيرك وجهري تفاصيل تاكلة سوي مركب وصل بحد سياق فيها أنت أيه وشرحنا لكن التفسير الراجح وكوجهري لقبضنا إنكم إلى وحنا الشجع وحول بين أقيه هاي
dadku waxay sameynayaan iyo waxay qarsanayaan iyo waxay muujisanayaan iyo waxay kasbanayaan inuu ka warqabo ogaalka uu og yahayna waxa ka dhalanaya inuu ka jaseeynayo ka abaal marinayo wuxuu kale ilaahay noo sheegaya gaalada aayadku marka ay u yimaadaan oo nabiyadii aayad u la yimaadaan oo dalayl cadcad la tusayna ka jeesanayaan oo aynay xaalaynin ay ka jeesanayaan jeesi aynay danaynaynin mana rumaynayaan mana dhegaysanayaan mana beeninayaan icraadka noocaasa waxaa laga kufru icraad baa la yidhaahdaa yaa kufru icraadku waa kii markaa in cabdiyaali lula yimi oo kale wey waxaa jira nabigu sala allahu aleyh wasalam taa'if meesha la yidhaahduu tegey waqtigii maka markaasuu naftiisa wuxuu bandhigay inay magangeliyaan oo hooyaan nimankii ka talin jiray meesha la yidhaahdo taa'if saddex nin oo walaalo ilmo cabdiyaaliin la odhan jiray ayaa meeshaa ka tali jiray markuu u bandhigay naftiisii mid ahaan waxa uu yidhi miyahu anigu kuna beenin maayo kuna rumayn maayo wax hadalaan ku odhanayaa ma jiro waayo waxaad sheeganaysaa inay nebi ilaahay tahay haddaad run sheegayso midaan la hadlo waad ka sarraysaa aan hadal ba ku celiyo haddaad been sheegaysana midaan la hadlo waad ka liidataa marka mar layba wax alla wax hadalaan ku odhanayaa salban wa iijaaban ma jiro wuxuu sameeyey icraab kuwii kale waxay la yimaadeen beenin waxayna ku direen dadkii markaa wax magaratada ahaa iyo majaaniinta iyo kuwii waalaa iyo caruurtii bay ku direen oo yidhaahdeen markaa shiida ku qayliya markaasay nebiga shiideen sala allahu aleyh wasalam dabeedna dakhreen marka culammadu waxay kufru icraadku waa noocaas laa usadiquka walaa ukadibuk kuna rumayn maayo kuna beenin maayo haddana ilaahay wuxuu sheegay faqad kadabuu bilxaqi lama jaa'ahum marka hore markay doonaan inay ka jeestaan haddana ku joogi maayaane waxay noqonaysaa inay xaqiiqatan beeniyaan oo takdiib cad ula yimaadaan marka sida lagu kulminayo in icraadka baabkiisa lagu fasiro oo la yidhaahdo marka dambe ay ku dambaynayaan takdiibka iyo in la yidhaahdo icraadka marka hore waxaa looga jeeday iimaanka icraadkaas tasdiiqa iyo takdiibka mid walba ay ka jeesanayaan muraadku ma ahayne tasdiiqa keliya ay ka jeesanayeen laakiin takdiibka kamay jeesan bidaliili alaayati alukhraa faqad kadabuu bilxaqi lama jaa'ahum xaqiiqa waa beeniyeen xaqii markuu xaq u yimi ka takdiib sariixa inay la yimaadeen bay ku tusinaysa ilaahay waa u goodiyey waa inay markaa waxay sameeyeen cawaaqibtoodii iyo cidhib dambeedkoodii iyo ciqaabahoodii inay haleeli doonaan oo u iman doonaan ayuu ilaahay noo sheegay wuxuu kaloo ilaahay noo sheegayaa ummadihii hore in awood badan la siiyey aqoon badan inay lahaayeen awood badan inay lahaayeen in loo barwaaqeeyey in cirka markaa roob looga keenay in dhulka durdurra looga yeelay waa barwaaqaysnaayeen waa nicmaysnaayeen awood bay lahaayeen faray lahaayeen aqoon bay lahaayeen haddana maca daalik markay dunuubta la yimaadeen ku adkaysteen dembiyadii ee loo digay ay ka joogi waayeen ilaahay waa halaag faahlaknaahum bidunuubihim wa anshaanaa min bacdihim qarnan aakhariin waxay u dhacaysaa tani macna tahdiid hanjabaad bay u dhacaysa waxaa macnuu u dhacayaa ummadaha hore kama awood badnidin iyaguba markay xumaanta la yimaadeen ku adkaysteen waa halaagnay idinkuna haddaad dariiqoodii qaadaan sidoodii oo kale fisha ama ka baqa intii oo kale idinku dhacdo waa hanjabaad loo digaayo oo loo hanjabayo faahlaknaahum bidunuubihim wa anshaanaa min bacdihim qarnan aakhariin waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa in ummadii hore inaga awood badnaayeen waayo allah baa waxa uu sheegay wahuwa alcaliimu alkhabiir makkannaahum fi lardi maa lam numakkin lakum maa lam numakkin lakuma waxay ku gaar tahay markii qur'aanku soo degay dadkii joogo keliya mise ilaa yowmi alqiyaama xaqiiqadu waxay tahay qur'aanku inaanu la khitaabayno qura kuwii markaa joogay ee ilaa yowmi alqiyaama gaaladii timi iyo kuwa imanayaba in lagula khitaabay marka makkannaahum fi lardi maa lam numakkin lakum wa caam awoodda maanta gaaladu sheeganaysa awood ka badan ayaa ummadii hore lahaayeen iyo aqoon ka badan dawaahirta aayaadku siday sheegayaan waa saas wey maaha oo keliya kuwii waqtigaa joogay inay ka awood badnaayeen laakiin kuwa dambe aynay soo gelin aayado kaloo macnaha laynoogu sheegayaana waa jiraan walaqad makkannaahum fii maa in makkannaakum fiih waxaanu awoodsiinay waxaana idinka idin awoodsiin
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحانا الدليل أعطينا يبا إن القالد يهور القالد هدى شوكتك أود بضنايين آثارت يرادتك أي كتدين أو وحيالها أي سميين أمرك الرادتك إلى الآن نوع يدو كلمة سمعين كران أهرام مصر مصر بورها أهرام تكويا الله إيدتك السميين ولا غير بيها واحد يكون سميين صنم كأبو هول أنت أولي أجيها وأنت إلى الآن وحي لي أبيهن دك حنت بورتا لغا السميين وحلقوا قاضي وهي إلى الآن وح قاضي ما هيان وهل كاسو كلا الوقارسي أنتو دك حاسي اللي أجيها في قصراء بورتا وح الوقارسي ما هيان ساساوه ذات بيكو داران مكيسا عجائبات كالدنيا ذا إلي كم يديهن من العجائب السبعة سدبا ذا عجائب الدنيا ذا أي كتريان ما هم مركا صنم كأبو هولو كليا أهرام مصر ويفر بذيهن وحاصر وحيه وحي السمايين وآثارت يرادتك أي كتريان مركا وحوية أود يفرها يأخونت مادقة إن الوكت سومن أي لقى قضن الله وحيه وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الفاعل لهذه الأشياء كالسمايين أشياء ذا لصوش يا غي عررك يا دولك يا ظلماتك يا مجديالك يا نورك أبوري يا ضدك أبوري أجش قدري الله ومعبودك حقا في السماوات وفي الأرض عررك يا دولك قده دبلغ عابدايه معنى الوصفية الذي يعلم إلهي وأقيهي سركم وحاصري سنيسان بوقيهي وجهركم يوحى موش سنيسان أي إلهي وقيهي ويعلموا حوقيه ما تكسبون أي الذي تكسبونه ككسبنا إسان خير يشرب إلهي وأوقيه وما تأتيهم ومتي ماده من ماضي بالله فسر أيام سمعنا مضارع أنا ماذا قاربا مدبيلا وما تأتيهم هو مضارع ماضي اللي وقت شهده بالدليل كانوا الماضي عند بلغا كان وما تأتيهم مئما من آية آية دي من بلغ للتنصيص العموم فاعل كبير قش آيات داسوا من آيات ربهم آيات كرب قوت كملا من تادم بوالد تبعيض حال حواشة كملا وما إيمان إلا كانوا عنها حال أهادين مويانه عنها آيات حق يدي معرضين قار كتش يستيى أهادين على ماذا قاروا حيلين فعل كماضي هدو حال دعو إلا قد بان لازمة إما مذكورة وإما مقدرة لكن على ماذا قاروا حي قبائين لازمة هيد أوادع كرتين قشيء نجلمد والبا سأساوي بعض بعض تطبع القرآن كو وحي هلين سيد الشيقان بقول يكوب يلحد الموضع وفعل ماضي وحال دعي وأنقذ الراعي وبقول يكوب يلحد الموضع كل ذلك إلا يلاهده ولا وذا قدري هذا وبعيد ما كان لها جاز وجازوي بكفي عنه فقد كذبوا حقيقة وبينشن بالحق حق يبينشن لما جاءهم قرت حق أيمي أي حق بيشي فسوف يأتيهم وقت دنبوه من دونا أنباء ما ورركك كانوا أي أهايين به يستهزئون قال إساق كل الليلة أي أهايين ورركي ساوي من دونا وحلوش هذا عواقب عقوبات كأهايين كل الليلة يساوي من دونا تاسانا أنباء لكم أقعاب ألم يروا أي ألم يعلموا ميني أغين كم أهلكنا أي كثيرا أهلكنا إن بدن إنه هلقني من قبلهم يقهرتود كم تكثيرا بأودع عيسى أهلكنا أبانا كعم الفريسة لكن شملة أي الأورنة يسدت مسد المفعولين من قبلهم يقهرتود من قرن قرنيالي أنه هلاقنا يقرون قرني قاسي أو مداسو مكناهم أن أود سيني في الأرض أرلد بذي هذا ما لم نمكن لكم وحنا إذا كيدنا أود سين أي أن أود سين نصين وأرسلنا السماء ونصدرنا السمد عركا عليهم يغا كركودا نصدرنا مدرارا حالي دئتام بدن تحي والسماء اللفظي وحلو تشيدا روب كيبا لو تشيدا وارسلنا السماء ومن باب اطلاق السماء على المطر روب كان نصدرنا يغا كركودا مدرارا حالي دئتام بدن والسماء اللفظي ومؤنثة مدرارا ومذكر حال لو تاني سواي
وحلقات شواب إلها وزن مفعال ويو يستوي فيه المذكر والمؤنث لبك يدد جامد والبا مفعال ولغو استعمالات أو الفارقة اللي بقل يعني وحاول يفتعد الفارقة ذو مقشو يعني مفعال مقشو يا مفعال وحي كمي طاي وحي لها ينقل شانت موضوع ينقل انت أو الفارقة أي كميت وش اللبات سماء ما دام بمعنى المطر طاي أو معنوه أوياهي معنى مذكر أوياهي تين لو تذكر يا وابا بناني لكن وحاب الرعضي ووزني لبك يردك اسمي وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا وحنكي اللي الأنهار دردر هذا تجري من عر رئيسا نكي اللي أي جارية من تحتهم يغهستو ذا من عر رئيسا أي نكي اللي دردر هذا عيسا بيني فأهلكناهم وأهلاقني بذنوبهم سببتي الدنبية ذا نكو هلاقني وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وحانو أبورني من بعدهم يقدبوا قرنا يعني قرن يا أمضو آخرين كلا أيانو أبورني ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا هدان سودة جلهين عليك كركاغا كتابا كتاب أي مكتوبا مثل القرآن وفي قرطاس يعني قرطاس قده لغو قري وراق قده لغو قري فلمسوها إطابتان بأيديهم قعموه دعي كتابا لهاين لقال الذين وحيور الله يكوي كفروا قالوا بي إن هذا كلمأها انتوا أنها فيها بمعنى ما إلا سحر سحر مبين سحر كاسو مبين بمعنى بين عد وقالوا وحيور لولا أنزل عليه ملك أي هلا أنزل ما لو سودتشيو لولا دوا بمعنى هلا لولا أنزل أي هلا أنزل ما لو سودتشيو عليه أي على محمد محمد كركي سما لو سود رغو لو سودتشيو ملك 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 وهريو كمر خاتك عيو أرنية وروى الرسول الراعة ما لو سودتشيو ولو أنزلنا ملكا الله وحول أدان سودتشي الله إن ملك لقضي الأمر أرنك هو الله حكم لها أرنك هلاك وذاك صار صناب الله حكم لهايو وبهلاك سمي لهاي ثم الله ينظرون أنت هذا بدنا له مكة هذه أضرب الله مرجع أما لك الصورة دي سمي لك نما هذا يكون أركان تما بين نور هذا ينبع أرجي سمي حملين بع نفط هو كوضع بعلاه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.